سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد معايا. اليوم راني درت الفاكسان التلقيح ديال الوباء وتكيت عيانه شويه، فاذا بيا كنتفاجئ بنادم نورها نخرجوا ورجعوا كينوضوا فيا من النعاس. ماما نوضي، بغيناك واحد المفاجاه الصراحه، ما عرفتش شنو هي. انا هزيت الكاميرا قلت لهم احتياط واجب، اجي تكتشفوا معايا جميع شنو دايره ليا نادا ونورها في هذه المفاجاه. الصراحه الحوايج اللي وصلوني من فرنسا ونصور اختي، الاحتياط واجب. ما عرفتش اش كينوضوا فيا البنات. لا واو، خيتي علاش خرجنا؟ جبنا عليك هادشي اللي قدينا عليه. عادش البنت ما عرفتش تكتب صباح مقهدة، ما سمعتنيش مزيان. هادشي علاش خرجنا؟ جمعنا هذوك الفلوس. وي هذا كادو ديالك. كادو حبيبي، عندك زايد النعام ماشي مشكل. تي 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 يا اختي يا اختي يا اختي ولا بناتي، اجي اجي بعد نقول درهم ويا 200 وشي حاجه. خسرت فلوسكم كاملين حيت فلوسك. الله حظها على نورها انتي. هادشي علاش قلتو يا ماما بغينا نخرج شويه. هاكي كنتي حرف، قولي ليا واش عجبك. شنو هذا؟ هذا السكوت ديال العناية. واو البنات، شوفوا 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 البنات، شوفوا على مفاجأة. هذا خديتي باك؟ بنتي خسرتي فلوسك. اي هادي احسن هدايا، باقي الماسكات. وي هادشي خديتو من بيم، شي بيم شي مرجان، وهذا ديك حتى جيت انا زوجتي. هاد الشموعة من الحانة زايدين النعام اختي ماشي مشكل. بيتزا اش تغداي ما طيبيش الغدا؟ اسقاط نيت فيا السخفة يا اختي. عرفتي فراسكم، نتوما احسن هديه في الحياه، نتوما احسن حاجه في الدنيا عندي. شكرا الاميرات ديالي، يا ربي يا ربي يعطيني الصحيحه ويطول لي الله في العمر باش نرجع لكم هذا الشيء اللي كديروا معايا. كبيده ديالي مثلا دابا والله الا شوفوا ولينا انا راه ماماكم، انا راه الواجب ديالي، نتوما راه باقيين صغار، يعني هادشي كثر من الواجب ديالكم بزاف. نتوما الواجب ديالكم تبوسوني تقول لي جوايز انيفيرسير ماما، وليني باش تاخذوا فلوسكم اللي كنتو خدامين فيهم وكتجمعوا بخمسة دراهم بخمسة دراهم البياسه وتمشيو ديروا لي عيد ميلاد. الله يرضي عليكم البنات، الله يحفظكم. امين، الله ينجحكم ليا يا ربي يا ربي. على بسرعه ما كرهتش نحط الكاميرا ونجي نعنكم، لان راكم عارفين ما كنت ناعسه، لابسه حوايج النعاسه البنات، مع فيا السخف وفيا الدوخه وكنت ناعسه. فاجئوني بناسي باحسن احسن نهار في حياتي. انا مصوني علينا جوج المرات. انا ماشي هي، انا ماشي هي راه طلعتي باش تسربي. انا كنت ناعسه شويه مكريسه.
لا انا يا بنتي معاه في السخفه وفي الدوخه ما قدرتش كاع نوض. لا خلعتها قلت لها راه ما مجدصه وانا كنت خلعت عليه انه يتغسل بيه وخلاص. الشمس بزاف هذاك الشيء. نحط الكاميرا وجينا عندكم حتى عينيك. جوايوز انيفيرسير، جوايوز انيفيرسير، صبوحة جوايوز انيفيرسير. سنة حلوة يا جميلة، سنة حلوة يا جميلة، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. يا صباح ندى مران يا لا تتبعي ربعي موعي بعد واحد جوج ثلاثة يلا نفخوا 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 معايا لا نفخوا معايا نفخوا معايا واحد جوج ثلاثة برافو. جبت جنوية يا اختي سخون سخون. والطويسلات جبتهم حطيهم في هاد العلبة. ليش ليش نجيب كلينيكس حطها على بجنان عيد ميلاد شرفتي شرفت شفتي العودة شكي كنت تقول لي بابا لا لا كنت تقول لك قلاديت احسن عيد ميلاد في الدنيا احسن عيد ميلاد هو معنا داون ورهين واحسن بنوتات والله يرضي عليكم. صدقوا ماما الفراشة طرموناضة كيفاش جاتكم الفكرة؟ لا واخا وليني كيفاش جاتكم الفكرة بأنكم فلوسكم اللي كنتو كتجمعوا ديال البيجامة وديال الشتاء البنات؟ كنت شي حاجة في عيد الأم وكانتش عندي فلوس بزاف. كنت جبت 70 درهم صافي يوم ما شريت شي حاجة قلت لي بقا نجمع حتى العيد ميلاد. داكشي علاش خدمتي معايا في البيجامه شفتوا البنات ندى ونوران ما كنتش عارفه نهار بغيتي كون كانوا حتى عقلتي ديك المره تقولي لي لا راه ماشي عيد ميلادك راه عيد ميلادي انا حتى ولاو متتبعين تيقولوا لي لا صباح راه ماشي عيد ميلاد كذا البنات راه والله حتى عيد ميلادي صح عيد ميلادي شهر 10 و 15 هاتي وشتو قال عيد ميلادي شهر 7 انا تهرت من نهار 11 كنتي ما ديريش عيد ميلاد دارته لك واو تاتي تاتي درتي ما يجيب لنا الصحة والسلامة نبقاو حنا نديرو عيد ميلاد كل شهر ياك نور عليا نور هان فليتيسا بحال بحال ايوا كيفاش خططتو اجي جلسة 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 كنقول انا تتوشوش معايا كتهضر مجهد كانت تبغي تفضحني وجات عندك تقول لك ماما ما خلاتنيش نهز الكرتون سكتي 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 شويه عاوتاني وشويه عاوتاني نجيبها عندي وسكتها وقلت لها نخرج قلت لي لا الشمس مش غيضرني راسي قلت لها لا باش نشريو كادو لماما سمينا خارجين كنقول لها هي مسكينه تتصاوب لينا وداك النهار صاوبت لينا الحلوه راه غاليه بزاف عاديك السميه اللي دارت لينا فيها راه غاليه وما عرف شنو قالت لي يوم انا منات قلت لي يلا نمشي نشري قال لي يا بنت قلب على الحلوى وما شفتش هذيك انت كنت قلب على هذيك الثلج هذيك دير السبراي ديال الثلج كنا بنديرو داك الشيء الزواق وداك الشيء ما صنعتش شي حاجه في مرجان ودين الحانوت كان بعيد علينا بزاف وسميتو مشينا وعقبنا ثاني مشينا ثاني الحانوت شرينا منه هذوك الشمعات هنا حانوت الهريه اللي هنايا وهذوك العشاري وغادي في السموشات والطناطن عرفتوا البنات مشاو في السموشات والطناطن مع الوحده انا مع
مع اليوم درت الفاكسان ورجعت وانا اصلا مع عيانه مع ايدي رجعنا مع ثلاثة شهادة ثلاثة وربع تولوت ولا باقي مشيت الصباح درت الفاكسان ورجعت تكيت مريضة نيت شربت الدواء وتكيت نعس جات عندي نادا قالت لي ماما بغينا نخرج للحانوت قلت لهم سيروا انا كيحسب لي على الحانوت حدايا عزتي ما بقيتيش فقتي حتى جينا راسي راسي دابا راسي راه دارجني غادي ناكل شويه الحلوه ونمشي نتكا وهابط لي بونسيون ونمشي لكا 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 متقديت متقد شختي صح داك الصح يلا عطينا طرفه من دوك البيتزات فرقوا الجوج كلها مع نهار الدراري وكبات البيتزا مرجان فاش كتبات ليا كنا كانت البيتزا ديالي قلت لها راه نشريوها باش ناكلوها انا وياك وماما كنا كان ديالي ماما كنا باغيين نصاوبوها هنا كنت انا في حساب جوج شريتو في بيزيريا لا بيزيريا خاصك تساعد انا كنت باغي نشري لك هذيك ديال خويا دماغ غاليه وما صبتش هكا رانا كنتي هذا في يوم هذاك الشيء راه كاين واحد ما زيدش عليا كان ما زيدش عليا حيدو وعطيو ليا ياكل بنات ما عزيش عليهم هما قال فواكه البحر كروبيت والكلامه قلت لهم حيوا عطيو ليا واي الا شي بنيات لا مغضيات على مزيناتهم الله يحفظكم ويخليكم ليا يا ربي امين امين فلوسكم كنتو تجمعوهم باش تاخذو بيهم الكراس تفكرينهم تفكروك ماما حكي طوان كي خليته مع ياسمين واخا تديرو سيري شي يبرد الحال مش حيت تكون ناسين احنا كلينا سالينا واحسن مفاجاه شوفوا شوفوا العرق هو العرق اجي نويده لهنايا نزيد النور اجي نويده عرفتوا تعاودوا لي دابا فاش كانوا خارجين وكيفاش كانوا تيخطوا وشنو اللي لقاو شي تباع واللي ما تيتباعش والله الا فرحت بزاف بالبنات ماما فراسك كان كادويات ب 13 درهم واش واش دابا نعطيك لا تنضحك معاك جابوا لي جابوا لي الماسكات دوك فلوسكم نتوما اللي خدمتو فيهم ماشي ليا ولي انايا واخا عطيتهم ليكم راه ديالكم جابوا لي الماسكات ديال لوجه قالت لي لحقاش ماما ما تديرش الماسكات ديال لوجه كتعاودوا لي على شي لعيبات خيارات ولا شنو لقاو مشي داروا للعينين تديري قلب على داك ديال الفم ماسك بديري انت ولا ليا انا الماسك ديال الفم ديال الكبار هاك داك الله يرضي عليك المهم والله الا عرفتو فرحت قلت له جاس كي كونت واخا تنكبروا ابسط الاشياء تتفرحنا خصوصا الا كانت من البنيوتات الزويونات ديالك احسن عيد ميلاد داز في حياتي ماما شي تخليني نخرج باش انا درت لك عيد ميلاد انا عليك بغيت نبين احسن عيد ميلاد البنات داز في حياتي واحسن حاجه في الدنيا هو يعطيك الله التريكه ديالك تكون مرضيه وتكون زويونه وتتفكر فيك الله يخليكم ليا يا ربي امين الله يحفظك بنيتي الله يحفظك على لاله نورهان الله يخليك ليا نورهانتي الجميله تاكل بيتزا وتعليش المهم البنات شاركت معكم اليوم فرحتي والمفاجاه اللي داروا لي ندى ونورهان خليوا لي التعليقات ديالكم البنات وقولوا لي كي جاتكم هذه الفكره من عند ندى ونورهان شجعوه بواحد شويه وقول لهم الله يرضي عليكم شتو فيكم ياك كل البنات المهم نوض انا نشرب شويه ديال الدواء ونتكى الناس لحقاش راسي دايخ نتغى بزز ماما الحلوه شكون هي كلها انا كنت جوني لك ندوق من صحاباتك ادلك وجهك ويلي كاع الماكياج ساعه ديال الماكياج باش تجي ماما الماكياج التراسه هنا ياك واخا
عليك واخا عليك نورا واخا. المهم البنات نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله على القناه. والسلام عليكم.